التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وأشواطنا تتوالى على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم في هذه الانطلاقات مع سن الثنايا في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الجميل والتواصل والتحديات. الحاضرة دائما في أرضية المرموم مع الكبار، ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته تاسع أشواطي صباحي هذا اليوم، والشوط التاسع الخاص، ويحمل كذلك في طياته الأبكار الثنايا المحليات الأصايل التي تنطلق عاملة كذلك التنافسات الشيقة والجميلة. نسير مباشرة عبر شاشة دبي ريسنج هذا النقل الحي والمباشر لنتابع المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، وانطلاقاته تتقدم بالمركز الأول وتقود هذا المسار الوارية الوارية سعيد بن محمد بن ذويب العامري على المركز الأول، تنطلق وتندفع تتصدر المسار والتحدي، بينما المركز الثاني غاية تأتي في المركز الثاني، علي بن عتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي يأتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث ثالث المراكز، وهذه الطيرة تأتي في المركز الثالث وتندفع كذلك بهذا الانطلاق، محمد بن سالم بن محمد النعيمي يأتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع التواجد والتقدم على رابع المراكز من قبل الشاهينية لراشد بن حمد بن جار الله المري الذي يندفع على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس أشوف عليه دخول من الجانب الثاني، وهذه تتدخل وتتقدم الحذر، الحذر في هذه الانطلاقات. الغميري بن راشد المزروعي الذي يقدم الحذر، الغميري بن راشد المزروعي يقدم الحذرة التي تندفع في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس شوف التحديات وشوف الأثار الحاضرة في هذه الانطلاقات والاندفاعات الجميلة والشيقة، مذيار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز السادس، بينما المركز السابع فبنلقى الشاهينية لسيف بن محمد بن عصيان المنصوري على المركز السابع، بينما المركز الثامن هذه جميلة جميلة، طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي يتقدم مع جميلة، بينما هناك التحديات والانطلاقات في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، هذه وصلت وتحركت، إثارة سالم بن عوض بن محمد المزروعي، والمركز العاشر بنلقى في جبارة للخزع بن محمد بن صقوح العامري. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى في شوطنا التاسع في الأبكار الثنايا المحليات الأصايل، 6 كيلومترات مع سن الكبار، هذه الأسماء اللي صارت وجالت في العام الماضي وقبل ذلك من بداية عمرها وسنها حتى وصلت إلى الثنايا لتأتي بالإنجازات والتحديات. تبدأ بداية هذا الموسم بأيضا الآمال والتحديات مع المشاركين في هذا الانطلاق. نسير مع بالذويب، شعار يحرص على هذا الموقع، على هذا المكان، منافس مجتهد مقدم الكثير من الانجازات. بالذويب على المركز الاول، وهذه الواريه من البدايه، سعيد بن محمد بالذويب العامري، يعني تبي تضيف النقطه الثانيه لهذا الشعار في صباح هذا اليوم مع هذه التحديات، بينما المركز الثاني شوف الانطلاق من المركز الثاني، وهذه تواجدت في المركز الثاني الطيرة محمد بن سالم بن محمد النعيمي على المركز الثاني، والمركز الثالث الحذر الغميري بن راشد بن حريحر المزروعي، الذي يقدم مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي الحذرة على المركز الثالث، ويتقدم
كذلك في تنافس هذا الشوط. يا سلام، الأمور فيه هدوء، يعني 6 كيلومترات مسافة طويلة أيضا تحتاج للتأني حتى الانطلاق في الكيلو المتر الأخير أو 1200. نعود إلى المركز الرابع لنكمل إذاعتنا وندانا، والمركز الرابع هذه جبار الخزع بن محمد بصقوح العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تواجدت في أثاره لسالم بن عوض بن محمد المزروعي، بينما رقم 5 اللي تدخلت هذه سياسة سعيد بن سليم بن سالم الأسود العامري. على المركز السابع وهذه غاية لعلي بن عتيج بن خفية. المركز السابع، المركز الثامن، شوف اللي أدخلت وصلت في هذه اللحظات، ندى تتقدم. أجود بن عويضة بن محمد الكربي يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك أيضا تقدم من دندنة تعود ملكيتها لمصبح بن جمال بن حمد الرشيدي الذي ياتي في هذا الاندفاع، بينما ايضا تواجد في المركز التاسع جميله طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي. والمركز العاشر، يا سلام، وهذه لاحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي اللي تتقدم. مشاهدي الاعزاء، هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز العشرة الأولى، ولكن بدأت الأمور والأسماء متقاربة من بعضها البعض، هذا دليل على التنافس وعلى تبادل المراكز. شوف المنظر الجميل، شوف اللي غير الترميج غيرت إلى مقدمة الشوط. ترميج أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي تتقدم بالمركز الأول وتسير على مقدمة الشوط، بدلت على مسار الشوط الأول، بينما المركز الثاني دندنة تأتي في المركز الثاني، مصبح بن جمال بن حمد الرشيدي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني، بينما المركز الثالث، يا سلام، أثاره وسالم بن عوض بن محمد المزروعي يقدم أثاره. شوف الرباعية الجميلة هو اللي وصلتهم اعتذار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي. يا سلام في هذا الانطلاق الجميل والرائع والمنظر الجميل، ما صدرت الأوامر والأمور قرب الفوز، قرب الناموس في هذا المسار، ولا زالت اللي غيرت عندك يا الدرعي، راح الدرعي إلى الناموس الأقرب. اعتذار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي يتقدم بالمركز الأول، ولكن راح الترميج أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. يا سلام على المركز الأول، ركز يا أبو مبارك، ركز في مسار الشوط. يا سلام، عناوية صباحية جميلة على المركز الأول الذي تنطلق في رصيدها إنجازات وسيارات، في رصيدها تنطلق بالمركز الأول ترميج، سيارتين في رصيدها، أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي على هذا الانطلاق، على هذا الاندفاع. تهانينا والناموس على فوز ترميج وانطلاقتها، وسلام لأهالي مزيد سلام وزاخر هناك في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني، اعتذار في المركز الثاني عبيد بن حميد بن حمد الدرعي. المركز الثالث جبارة، في المركز الثالث الخزع بن محمد بن صقوح العامري. المركز الرابع وصلت فيه سياسة لسعيد بن سليم بن سالم الأسود العامري، والمركز الخامس دندنة صبح بن جمال بن حمد الرشيدي. شكرا الزملاء كذلك في متابعة الأرقام في مسار هذا الشوط. عودتنا إلى ترميج، إنجازاتها وتحدياتها الجميلة
احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، 9 دقائق 29 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وسلاماتنا الصباحية العناوية من ميدان المرموم على فوز ترميج بالمركز الأول. 9 دقائق 31 ثانية و5 أجزاء من الثانية، توقيت اللي وصلت اعتذار. في المركز الثاني عبيد بن حميد بن حمد الدرعي، تهانينا له، قدمت كذلك تنافسات وتحديات. 9 دقائق 34 ثانية و3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث جبارة الخزع بن محمد بن صقوح العامري، تهانينا والناموس في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع على أرضية هذا الميدان.